الفرق بين النوافل والرواتب. الرواتب السنن المختصة بالصلوات، ركعتان قبل الفجر، ركعتان قبل الظهر، أو أربع ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، ملازمة لازمها النبي عليه الصلاة والسلام. النفل المطلق كصلاة الليل، صلاة الضحى، أمور لم يلزمها النبي بصفة مستديمة عليه الصلاة والسلام، أو أعداد بصورة مستديمة. نوع في صلاة الليل عليه الصلاة والسلام.